بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة أرحب بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. إخوة المستمعين الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول المرأة وأحكام الصيام، ولعلنا في هذه اللقاءات المقبلة أن نتحدث عما له علاقة بالحيض والنفاس والحمل والأحكام المترتبة عليهما، وماذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تعرفه في هذه المواضيع. نبدأ فضيلة الشيخ بما الأشياء التي يمنعها الحيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحيض هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله في المرأة يخرج من قعر الرحم لحكمة غذاء الحمل في بطن أمه. فإذا لم تكن المرأة حاملا فإن هذا الدم يخرج في أوقات معينة تسمى بالدورات الشهرية أو العادة، عادة الحيض. وقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأولا مما يمنعه الحيض الجماع، فلا يجوز للرجل للزوج أن يجامع زوجته وهي حائض في فرجها. نعم. لهذه الآية الكريمة: فاعتزلوا النساء في المحيض. ومما يمنعه الحيض أيضا الصلاة، فلقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر أيام أقرائك. فالحائض تدع الصلاة في أيام الحيض ولا تجب عليها في هذه المدة، ولا تصح منها لو صلت. ثالثا مما يمنعه الحيض الصيام، فالحائض لا تصوم ما دامت في فترة الحيض، وعليها أن تقضي من أيام أخر لما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة تخفيفا عنها. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما يمنعه الحيض الطواف في البيت العتيق، قوله صلى الله عليه وسلم للحاج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني من أجل طواف الإفاضة. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فانفري إذن. ومما يمنعه الحيض أيضا الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض، قوله تعالى: فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مثيل. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. ومما يمنعه الحيض أيضا قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب عند جماعة من أهل العلم. وأما مسحها للمصحف فهذا حرام على كل محدث، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، لقوله
صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيخ بالنسبة للمرأة الحائض يعني إذا كانت من تحفظ القرآن الكريم وتود أن تراجع القرآن حتى لا يتفلت منها أنها تقرأ. رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية أن الحائض تقرأ القرآن إذا خشيت النسيان. نعم. إذا خشيت نسيانه فإنها تقرأه محافظة عليه. نعم. بالنسبة للمدرسات هذا أمر جديد. نعم. أمر حادث في هذه الأزمان، فإذا كان أفتى شيخ الإسلام غيره من أنها تقرأ القرآن إذا خافت من نسيانه، فتدريسها القرآن أو اختبارها في القرآن هذا يكون من الحاجة ويكون من الضرورة، إلا أن المدرسة يمكن أن للمسؤولين عن تعليم البنات أن يجعلوا بديلا عن المرأة الحائض في تدريس القرآن في فترة الحيض. نعم. وبالنسبة للطالبة يا شيخ، الطالبة التي تخشى من فوات الامتحان تقرأ للضرورة، أما التي لا تخشى من فوات الامتحان فتمتنع فترة الحيض. نعم. الحمد لله. يتحدث بعض النساء أو يحدث لبعض النساء أحيانا أن ترى كدرة أو صفرة بعد أن تطهر، فهل يعد هذا من الحيض؟ هل يفسد الصوم؟ هذا الكدرة والصفرة إن كانت في أيام الحيض نعم فإنها من الحيض، وأما إن كانت بعد الطهر فإنها لا يلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الكدرة والصفرة خارج أيام العادة وبعد الطهر والنقاء فإنها لا تلتفت إليه المرأة. نعم. الحمد لله. هل يلزمها من وضوء أو اغتسال؟ نعم. الوضوء يلزم لكل خارج من الفرج. الوضوء يلزم لكل خارج من الفرجين، ومن ذلك الكدرة والصفرة فإنها خارج من القبل، فتوجب الاستنجاء وتوجب الوضوء لأنها حدث، تعتبر حدثا أصغر. نعم. إذا طهرت المرأة فضيلة الشيخ بعد طلوع الفجر هل يلزمها الصيام؟ يلزمها الإمساك إذا طهرت بعد طلوع الفجر ومضى يعني فترة، وبعد طلوع الفجر مضى فترة، فإن أول الصيام قد فاتها، فتمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم. أما لو طهرت قبل الفجر فإنها تتسحر وتصوم وتأخر الاغتسال إلى بعد الفجر. نعم. لكن ماذا عن الصلاة الشيخ؟ إذا كان طهرت قبل طلوع الشمس بوقت يسير لا يكفي إلا لاغتسالها، تلزمها الصلاة؟ تغتسل وتصلينا ولو خارج الوقت، لأنها أدركت وقت الصلاة فتلزمها الصلاة وتغتسل، فإذا فرغت من الاغتسال تصلي ولو خارج الوقت. نعم. هذا أيضا مدخل لمسألة قضاء الصلوات للمرأة. إذا طهرت المرأة العصر قبل المغرب ما الذي يلزمها من الصلوات في ذلك اليوم؟ إذا طهرت المرأة بعد العصر نعم. ولو قبل قبيل غروب الشمس فإنها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم. وإذا طهرت قبيل الفجر فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنها أصبحت من ذوي الأعذار، وأهل الأعذار يجمعون الصلوات نعم في وقت إحداهما، فهذا يعتبر من مثل جمع التأخير لأنها من أصحاب الأعذار. نعم. لكن لو طهرت قبل الظهر يا شيخ تلزمها صلاة الفجر أو لا؟ إذا طهرت في الفترة ما بين طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر ليس عليها شيء، لأن هذا ليس وقت صلاة. نعم. إذا أدركت الحائض أو المرأة إذا أدركت المغرب وهي طاهرة ثم حاضت مع الأذان، حكم صومها في ذلك اليوم؟ إذا لم يأتها الحيض إلا بعد غروب الشمس فصومها تام. نعم. وإذا
خرج منها الحيض قبل غروب الشمس فإنه يبطل صيامها ويلزمها القضاء. نعم. وتقضي صلاة المغرب أم لا؟ صلاة المغرب إذا أدركت وقتها. نعم. فهذا محل خلاف بين العلماء، إذا أدركت وقت الصلاة ثم حاضت، فبعض العلماء يرى أنها إذا تطهرت تقضي هذه الصلاة، والبعض الآخر يرى أنها لا تقضي لأن وقت الصلاة موسع وقد أدركها العذر وهي معذورة في التأخير فلا تقضي هذه الصلاة، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم. بالنسبة شيخ لجلوس الحائض في المسجد ليعرض استماع الخطبة أو المحاضرة أو درس من الدروس، هل لها أن تجلس في المسجد؟ لا يجوز للحائض أن تلبث في المسجد. نعم. لا لسماع خطبة ولا لحضور درس، بل تكون خارج المسجد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد. نعم. فكيف بالمساجد؟ فالمرأة لا تدخل المسجد لأنها أشد من الجنب، والجنب منعه الله من اللبث في المسجد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان الجنب ممنوعا من اللبث في المسجد فإن الحائض من باب أولى، لأن الحيض أشد من الجنابة. إذا كان يوجد بالمسجد الشيخ ملحق يشمل بناء المسجد، كل ما يشمله سور المسجد وداخل المسجد فهي ممنوعة منه. أما إذا كان هذا المكان خارج المسجد وليس له أبواب على المسجد، يعتبر منفصلا عن المسجد وليس له أبواب على المسجد، فلا بأس، لأن هذا ليس من المسجد. لو خصص مثلا مكتب، بل هذا يكون من مجاورا للمسجد. نعم. أقول لو خصص مثلا مكتبة أو مكان خاص لدروس أحيانا النساء للنساء، النساء أفضل ما لها تدرس في بيوتها. نعم. ما يخصص لها أمكنة للخروج من بيوتها، لأن هذا يشجعهن على الخروج. والنساء مأمورات بالبقاء في البيوت، قال الله جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر النساء وأتقى النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر نساء أو هن أطهر نساء العالمين، فكيف بغيرهن؟ نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر الله لكم وجزيتم خيرا وجعل ما بينتم ووضحتم في موازين أعمالكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلقاكم في موعد مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.